بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم. حلقه النهارده باذن الله هنكون عن كيفيه الحصول على نسخه ويندوز اصليه وتشتغل معاك مدى الحياه. طبعا كلنا عارفين ان افضل حاجه انك انت تفعل بيها الويندوز بتاعك او انك انت تحصل على ويندوز اصلي هو انك انت تفعل الويندوز ده بالسيريال. لكن احنا عارفين ان موقع مايكروسوفت عشان خاطر تشتري منه سيريال اصلي للويندوز بتاعك سواء ويندوز 10 او حتى ويندوز 11، ويندوز 11 النهارده على موقع مايكروسوفت بيوصل سعره ل $200. وطبعا $200 بالنسبه للمستخدمين العرب وخصوصا في مصر كمان بسبب سعر الدولار المرتفع بيوصل يمكن ال $200 دول يخشوا في حوالي اكتر من 10-11 ألف جنيه. فانت عشان تشتري نسخه ويندوز ب 10-11 ألف جنيه لو انت في مصر او حتى ب $200 لو انت في اي دوله عربيه تانية، انا شايف ان هو سعر مرتفع جدا عشان خاطر انك انت تشتري نسخه ويندوز. طيب في حل تاني، في ناس بتتجه لطريقه غير شرعيه ان هي تفعل بيها الويندوز، ودي ما برجحهاش خالص بسبب الكراكات والحاجات الغير شرعيه، لان بتعمل عباره عن حقن في قلب الجهاز وبتحصل مشاكل بعد كده كتير زي الاختراق وبعض المشاكل التانية. لكن النهارده باذن الله نشوف مع بعض طريقه شرعيه وطريقه مظبوطه تقدر انك انت تفعل بيها الويندوز بتاعك مدى الحياه وبسيريال اصلي، وكمان بسعر رخيص جدا بيوصل ل 10% من السعر اللي موجود عليه السيريال في موقع مايكروسوفت. يعني زي ما قلت لك موقع مايكروسوفت السيريال عليه لويندوز 11 ب $200، لكن على الطريقه بتاعتنا دي او على الموقع الجميل اللي معانا النهارده اللي بيبيع سيريالات بالتجزئه هو موقع سيدي كوفر، بيوصل سيريال الويندوز لحوالي في حدود $20، يعني 10% من السعر اللي معارضاه شركه مايكروسوفت. حد هيقول لي في فرق بين السيريال ده والسيريال ده؟ مفيش اي فرق خالص. انت هتاخد سيريال تقدر انك انت تفعل بيه، وسيريال كمان تقدر انك انت تستخدمه على الجهاز بتاعك، تستخدمه بعد كده لو انت اشتريت جهاز تاني تقدر انك انت تاخده على الجهاز التاني ده وتنقله ليه، تقدر انك انت لو عملت فورمات للجهاز بتاعك تقدر انك انت مره تانيه تفعل بيه الويندوز تلقائي عادي بدون اي مشكله خالص. يعني السيريال بيشتغل معاك مدى الحياه، فانت الفلوس اللي هتدفعها فيه لو دفعت مثلا فيه حدود $20 او $21 تقدر انك انت تستخدمه عندك مدى الحياه ويكون عندك سيريال اصلي وشغال وتشتغل عليه على الجهاز بتاعك او حتى لو اشتريت جهاز تاني او حتى لو فورمات الجهاز بتاعك. فتعالى مع بعض نروح على متجر سيتي كوفر بيبيع سيريالات بالتجزئه بسعر رخيص جدا. تعالى نتعرف مع بعض لو انت حابب تشتري سيريال اصلي للجهاز بتاعك وتخلي الجهاز بتاعك فيه نسخه ويندوز اصليه ازاي تشتريه بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه. يلا بينا. وكل اللي عليك عشان تقدر تشتري نسخه ويندوز 11 اصليه قدامك طريقتين. الطريقه الاولانيه هي انك انت تشتريها من موقع مايكروسوفت، وهتلاقينا فيك لك الرابط في صندوق الوصف. وزي ما انت شايف اول ما بتخش على رابط الشراء بتلاقي ان سعر النسخه حوالي $200، وده سعر ممكن يكون كتير جدا على حد او غالي على حد ان هو يقدر يشتري نسخه ويندوز ب $200. لكن مفيش مشكله خالص لو انت ما عندكش امكانيات انك انت تشتري نسخه ويندوز 11 من موقع مايكروسوفت بسعر $200، هتلاقينا فيك لك برده موقع جميل جدا هو موقع سيدي كي اوفر. موقع سيدي كي اوفر بيتيح لك انك انت تشتري النسخه بسعر قليل جدا وكمان نسخه اصليه، مفيش فرق خالص بين السيريال اللي انت هتحصل عليه من موقع مايكروسوفت او حتى من موقع سيدي كي اوفر. كل اللي عليك بعد ما بتخش على الرابط بتلاقيه فاكره لك في صندوق الوصف، تبدا تسجل حساب على الموقع، بتنشئ حساب ليك على الموقع عشان خاطر تقدر بعد كده تحصل على السيريال ويكون ليك حساب على الموقع. بعد كده زي ما انت شايف بتلاقي ان سعر نسخه ويندوز 11 هنا $31، يعني سعر اقل بكتير من $200. كل اللي عليك بتضغط هنا على باي ناو، بعد كده بتلاقي نفسك في صفحة الشراء بالشكل ده. هنا السعر $31. الجميل كمان ان انت هتلاقينا فيك لك كوبون خصم بيعمل خصم حوالي 25% على سعر النسخة، يعني مجرد ما بس بتضيفه بالشكل ده وتضغط هنا على ابلاي بتلاقي ان السعر ده بيتحول من $31 ل $23، يعني السعر بيتحول لحوالي 10% من سعر النسخة اللي موجودة على موقع مايكروسوفت من $200 لحوالي $20، فانت وفرت كتير جدا حوالي $180. ونفسه هو السعر زي ما قلت لك اصلي هتحصل عليه من موقع مايكروسوفت هو اللي هتحصل عليه من موقع سيدي كي اوفر، مفيش اي فرق خالص ووفرت. والجميل كمان في الموقع ان هو مش عليه ويندوز 11 بس، كمان لو انت عايز سيريال اصلي لنسخه ويندوز 10 زي ما انت شايف السعر بتاعه هنا $23، وبرده رابط الشراء هيكون موجود في صندوق الوصف. كل عليك بتضغط هنا على باي ناو، بعد كده بتبدا انك انت تخش على صفحه الشراء، ونفس الفكره برده هتلاقي الكوبون الخصم ال 25%، لو ضغطت هنا عليه وضغطت على ابلاي هتلاقي ان سعر النسخه تحول ل $17، يعني تقدر تشتري سيريال اصلي لويندوز 10 بسعر $17، وده سعر مخفض جدا. وبالنسبه لو انت بتحب البرامج المكتبيه زي الاوفيس، فانت هتلاقي الاوفيس 2019 سعره هنا $64 ومتاح على الموقع. تضغط هنا على باي ناو، وبعد كده هيبدا يدخلك على صفحه الشراء. والجميل كمان ان كوبون الخصم اللي معانا بينفع برده على البرامج المكتبيه، فانت مجرد ما هتضيفه وتضغط هنا على ابلاي السعر بيتحول من $64 ل $48. وكل اللي عليك عشان تبدا تكمل عمليه الشراء للسيريال اللي انت اخترته هتضغط بس هنا على سبميت اوردر، ضغطه بالشكل ده، وهتلاقي ان الموقع بيتيح لك وسائل دفع كتير جدا زي الفيزا وباي وبعض الوسائل الثانيه. فانت كل اللي عليك، انا هختار مثلا من خلال الفيزا، فانت كل اللي عليك هتدخل بيانات الفيزا. وطبعا بالنسبه لمصر احنا كنا شرحنا قبل كده ازاي انك انت
انت تشتري بالفيزا، بفيزا ردود بي تقدر تشتري من خلالها على المواقع الاجنبيه وترفع بالدولار. زي ما انت شايف هنا عندنا السعر الاجمالي 23 دولار. هنبدا ندخل بيانات الفيزا بتاعتنا زي الرقم بتاعها، وبعد كده تضيف تاريخ الصلاحيه للفيزا، واخر حاجه تضيف رمز التحقق. وبعد ما بتضيف بيانات الفيزا كل هيك تضغط هنا على باي ناو. بعد كده هتعمل عمليه التحقق على حسب انت عامل السكيورتي بتاع الامان بتاع الفيزا بتاعتك. انا هقول له مثلا على رقم الموبايل، وطبعا هيجيب لك هنا اجمالي الدفع. هتنتظر بس الوقت ان هو يجيب لك الرساله اللي فيها كل التحقق. بعد ما بتضيفه تضغط على سبميت. تمام كده خلاص تمت عمليه الشراء بنجاح. وهنا كتب لي الاوردر نمبر، ده مهم جدا عشان خاطر ده الرقم بتاع الاوردر بتاعك. وتلقائي زي ما انت شايف هيبدا يدخلك على صفحه السيريال بتاعك اللي انت اشتريته. لو ضغطت هنا على فيو وضغطت ضغط هنا بالشكل ده، وزي ما انت شايف دلوقتي يظهر لي السيريال بتاع التفعيل بتاعي. اقدر دلوقتي ان انا استخدمه عندي على نسخه الويندوز ويفعل الويندوز مدى الحياه بطريقه شرعيه وبسيريال اصلي. وبعد ما بتحصل على السيريال الاصلي من الموقع، كل عليك عشان تفعل الويندوز عندك بتروح على قائمه ستارت. بعد كده بتروح هنا عندك على السيتنج، وبعد كده هتروح على السيستم. بعد ما بتقف على قائمه السيستم بتبدا تنزل تحت خالص عندك على اباوت، وهتلاقي عندك هنا برودكت كي تفعيل الويندوز. تضغط الضغط عليها، وزي ما انت شايف هتلاقي الويندوز عندك مش متفعل، فهتضغط الضغط هنا بالشكل ده عشان تفعل الويندوز. وتبدا تضيف السيريال اللي انت حصلت عليه من متجر سي دي كي اوفر، وتضغط هنا على نيكست. بعد كده تضغط هنا على اكتف عشان تبدا تفعل النسخه. تمام كده زي ما انت شايف في ثواني بسيطه اتفعلت معانا النسخه، وكده خلاص بقى معانا نسخه اصليه تقدر انك انت تستخدمها بكل سهوله زيها زي السيريال الاصلي اللي انت ممكن تحصل عليه من مايكروسوفت. الجميل كمان ان المتجر موجود عليه سيريالات لجميع انواع الويندوز وكمان البرامج المكتبيه. حتى كمان لو انت بتحب الالعاب فانت هتلاقي اشهر الالعاب ليها سيريالات اصليه، العاب اصليه زي ما انت شايف بسيريال اصلي تقدر انك انت تحصل عليها من متجر سي دي كي اوفر. وكمان في خصومات كبيره جدا وعروض على جميع البرامج والالعاب. وبكده زي ما شفنا بكل سهوله قدرنا نشتري سيريال اصلي للويندوز عندنا. التجربه كانت تجربه فعليه، انا اشتريت سيريال للجهاز عندي والجهاز دلوقتي شغال بالسيريال الاصلي. بالنسبه للناس اللي بتواجهها مشكله، الناس اللي موجوده في مصر او المصر اللي بتواجههم مشكله في الشراء بالدولار، كنا عملنا حلقه قبل كده ازاي انك انت تشتري بالدولار من خلال فيزا ردود باي، او انت لو كتبت حتى الشراء من خلال فيزا ردود باي على اليوتيوب هتلاقي في الف طريقه بتوريك ازاي انك انت تشتري وتحل مشكله الشراء بالدولار لو انت موجود في مصر عشان خاطر الناس اللي بتواجهها مشكله. كمان لو انت عايز تشتري اصلا نسخه من دول وانت مش تقدر انك انت تعمل فيزا ردود باي، ممكن تتواصل معايا وانا اشتري لك السيريال بنفس السعر بتاعه على طول اوصله لك، ودي كخدمه بس للمشتركين الموجودين عندنا في القناه. يا رب كل حلقه عجبتكم وكل استفدتوا منها. نشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.